مسألة الاعتداء في الدعاء، والاعتداء هو تجاوز الحد المسموح به في الدعاء، ويكون ذلك إما الاعتداء الزماني أو الاعتداء المكاني أو الاعتداء الكيفي والهيئي أو الاعتداء العددي. نفصل في كل واحدة منها. الاعتداء المكاني هو أن يجعل أماكن بعينها لأدعية بعينها، هذا اعتداء وبدعة. يجعل مثلا أيها الكرام الفضلاء مثلا دعاء مقام إبراهيم، وضحت الآن؟ ولم يرد دعاء لمقام إبراهيم، هذا يسمى اعتداء إيش؟ اعتداء مكاني. مكاني. يجعل مثلا دعاء الشوط الأول، والكتاب هذا الذي هو يوزع أحسن الله إليكم، دعاء الشوط الأول في الطواف، الشوط الثاني، الثالث إلى السابع، دعاء الشوط الأول في السعي وهكذا، هذا كله يسمى اعتداء إيش؟ اعتداء مكاني. مكاني. ليه؟ لأنه تجاوز فيه الحد المسموح به، ولذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد دعاء بعينه عند الطواف أو عند السعي أو عند مقام إبراهيم. وكل ما هنالك إنك لما تأتي عند مقام إبراهيم تقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، مصلى، أو عند الرواية الثانية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم تصلي ركعتين. كذلك الدعاء تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، إذا جئت عند الركنين اليماني والجنوبي الحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط اللي هي تتأول الآية التي هي في سورة البقرة. هذا بالنسبة للاعتداء المكاني، وقس على ذلك. نأتي بعد ذلك للاعتداء الزماني، أن تجعل أزمنة معينة بعينها لأدعية معينة، أن تجعل أزمنة معينة بعينها لأدعية معينة، فتأتي مثلا فتقول هذا دعاء يوم التروية، أو هذا دعاء يوم كذا، أو هذا دعاء يوم كذا، فتخص الزمان بشيء معين. مثال ذلك أيها الكرام الفضلاء، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو دعاء يوم عرفة، يوم عرفة، هذا المخصص بالدليل بالنص، يبقى هذا تخصيص زماني لا تتعداه، فتكتب كتابا فتقول دعاء يوم عرفة فتأتي به بأدعية من عندك. لكن هل يمنع أن أنا أتخير أي دعاء في يوم عرفة؟ لا، ما يمنع، لكن لا تخص الناس وتقول لهم هو هذا فقط دعاء يوم عرفة، هذا دعاء ختم إيش؟ القرآن. القرآن. طب هل عند القرآن عند ختم القرآن دعاء؟ نعم، كان أنس إذا تلا القرآن، إذا ختم القرآن تلاوة ليس في الصلاة، الصلاة فيها نزاع كبير، والأقرب أنه ما في دعاء اسمه ختم القرآن في الصلاة، هذا الذي عليه المحققون. أما إذا أنت بتختم في بيتك، فكان أنس لما يجي يختم ختمة القرآن يجمع أهله ومن معه ويدعو بهم، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فهذا يسمى الإجماع السكوتي، هذا يسمى الإجماع ماذا؟ السكوتي. فلذلك ننتبه إلى الابتداع الزماني. يدخل في الابتداع الزماني ما يعرف بالتعريف. ما هو التعريف؟ هذه نقطة مهمة يا أحباب الله، وهو اجتماع الناس في المساجد عصر يوم عرفة لغير حاج. يجمعون الناس في المسجد ويقعدون يدعون، سواء كان فرادى أو جماعات. هذا التعريف بدعة، التعريف هذا بدعة، اللي هو اجتماع الناس لغير حاج من غير الحجاج في المساجد، وهذا الذي عليه المالكية والشافعية وغيرهما، وحتى الحنابل. وذلك الإمام أحمد قيل له أتفعله؟ قال لا أفعلهم، ولكني رأيت أناسا يفعلونه. وكان ابن عباس يعرف، يعني يبقى في المسجد ويدعو، لكن هذا خالفه فيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كان الإمام إسحاق وسفيان إذا صليا العصر لم يرجعا إلى المسجد إلا عند صلاة المغرب، إلا عند صلاة المغرب. فننتبه لهذا، هذا أيضا يسمى اللي هو اعتداء زماني.
وقس على ذلك في أشياء كثيرة. الاعتداء العددي، أن تأتي يقول لك يا أخي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 4444 مرة، أو قاعد تقول هو 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 هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا نباح كلاب وليس ذكرا، والله ليس من أسمائه هو 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 هذه. وثم يجعل يقول لك اقرأ ياسين 7 مرات، اقرأ الواقعة 49 مرة، إلى غير ذلك. هذا كله اعتداء إيش؟ اعتداء عددي. اعتداء هيئي وكيفي، وهو أن يجعل دعاء على هيئة وكيفية معينة. كلما انتهى من صلاة الفريضة سجد سجدتين. ليش هذه؟ قال لك هذا إيش؟ شكر. هذه سجدة الشكر، نقول هذه بدعة في الكيفية والهيئة. ما كان ما هو الشكر يا أخوان؟ الشكر يقيل عند تجدد النعمة، الإنسان يزد الشكر. أما إيش بقت الآن؟ بقت عندك عادة في اليوم 5 مرات وأنت مسويها، إذن أين هذا الأمر؟ ولذلك انظر النبي في حياته كله كم سجد للشكر عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كعب بن مالك لما نزلت عليه توبته فسجد لله شكرا في كل حياته رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلذلك ننتبه يا أخوان، ها وليست القضية هذه مهمة جدا، الاعتداء المكاني والزماني والعددي والكيفي والهيئي، هذا كل اعتداءات في الأدعية. جزاكم الله خير. وإحنا قلنا وما زلنا نكرر ما قاله أهل العلم، إن باب الدعاء هو أوسع الأبواب التي دخل منها أهل البدع، لأن الناس كلها تحب إيش؟ تحب الدعاء، الناس كلها تحب أنها تدعي. ولذلك أمره أمر عظيم جدا أيها الكرام الفضلاء، فننتبه لمثل هذه الأشياء. أيضا في الهيئة والكيفية، ما نراه من بعض الناس مثلا في أي القنوت في رمضان إلى غير ذلك، أقسمنا عليك يا الله إنك أنت أنك ما تخرج من مقامنا هذا إلا وقد. يقول الشيخ الفوزان، ولماذا أنك أنت تتألع على الله في مثل هذا في مقامنا هذا إلى غير ذلك؟ إلزم ما ورد من الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. اثبت على مثل هذا وعلم الناس الأدعية. لدرجة أن بعض الناس أحيانا ما يجي للصلاة إلا عشان يقول لك الشيخ ده بيدعي، وتلقى مركز في الدعاء وما هو مركز في الآية التي تقرأ عليه، بل ينتظر متى تنقضي الصلاة لكي يأتي الشيخ فيبدأ في ماذا؟ في الدعاء. ومن الاتداع في أيضا الإطالة والتمطيط، فتجد أن الدعاء يستغرق كل الصلاة، أحيانا تلقى الصلاة كلها 3 ساعة والدعاء يوصل نص ساعة، وهذا أيضا من الاعتداء فين؟ في الدعاء. إلى غير ذلك ما يكون في طبعا الألفاظ كلها تدخل في الهيئة والكيفية. ألفاظ الدعاء أيضا كمر معنا من حديث عبد الله بن مغفل وغيره، أسألك القصر أبيض على يمين العرش، إلى غير ذلك. ننتبه لمثل هذا. هناك كتاب ماتع جدا في الدعاء للشيخ بكر أبو زيد، كتاب جميل جدا وتكلم فيه عن بدع الدعاء إلى غير ذلك، ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه، كتاب الدعاء للشيخ بكر أبو زيد. نعم. ثم إن رحمة الله وبركاته. هذا أيضا من البدع. كان السلف، ولذلك هذا الذي قالته لجنة المصحف المدينة، أنهم المصحف جعلوه فقط للقرآن، ما جعلوا فيه ولا شيء آخر، وهذا ما يسمى بدعاء ختم القرآن الذي هو في آخر المصحف. هذا من بدع المصاحف، هذا من بدع المصاحف. نعم، أن يخص أن هذا هو دعاء ماذا؟ دعاء لختم القرآن. نعم، ولذلك مصحف المدينة ما تجدون فيه هذا أبدا، فقط ما في غير القرآن، وفي آخره تعريف بالمصحف، تعريف بهذا المصحف من حيث الرواية. في فرق بين أنك أنت تقرأه، وفي فرق بين أنك أنت تقول أن هذا هو دعاء إيش؟ ختم القرآن. هو دعاء طيب تقرأه وتزيد عليه ولا مانع من ذلك، لكن لا تعتقد أن هو هذا الدعاء هو دعاء ختم إيش؟ القرآن. هذا الذي نحن نقول فيه. وضحت؟ نعم.